الحمد من لله على المغرب، السلامة. معلش كان مشوار بعيد شوية. كابتن طارق مساء الخير. مساء الخير يا زومان. كابتن طارق مصطفى طبعا مدير فني نادي الدفاع الحسن الجديدي والمتألق بشكل كبير، واخد في أسابيع كتيرة أحسن مدير فني في المغرب، ودي ان حاجة شاء طبعا الله. نفتخر بيها. معانا كابتن أحمد حسن زميلنا طبعا ونجم مصر وكابتن مصر. معانا كابتن طارق، تحياتي ليك يا موهوب وللفقر، وانا بتفرج عليكم وبتفرج عليك دايما. حبيبي انت ربنا دايما يخليك يا كابتن، ربنا يخليك وبالتوفيق ان شاء الله الشياكه دايما دي، يا رب. الشياكه دي، ده الشياكه احمد ولا انا، احمد ولا انا، عشان هو برضه انتوا جاي من شاي. الاثنين، انتوا الاثنين، انتوا الاثنين، ما ده ستايل وده ستايل لسه تاني. واخدين سيلفي مع بعض دلوقتي على الانستجرام هتلاقيها. انا طارق وحشني كتير والف مبروك، وبسمع عليك كلام ما شاء الله، يعني زمايلنا يمكن شيبو يوسف شيبو مغربي طبعا نجم منتخب المغرب بيقول عليك كلام كبير جدا جدا، اصدقائنا المغاربه بيشيدوا بيك اشادات كبيره جدا. مبروك على الكلام وعلى الاداء، وان شاء الله احسن، وعايزين نشوفك بقى هنا في مصر كمان تبدع باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله كابتن حازم، انا اللي سعيد جدا والله، ما بشوف حد من 98 مش عارف، انا بيحصل لي احساس غريب جدا جدا والله، يعني جيل كله كلنا جيل محترم وجيل صح. موهوب. اه والله دي حقيقه، كله بيحب بعضه وبيتمنى الخير لبعضنا، والحمد لله هو دوت اللي ربنا سبحانه وتعالى، طالما انت بتحب الانسان وبتتمنى له خير فربنا بيكرمك يعني. فانا اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان احمد زي ما انت، انا سامعكم وانت بتكلمه، انه ياخد الخطوه ويشتغل وربنا يكرمه، وعنده خبرات كبيره جدا، مش لازم الخبرات على فكره تكون شهادات، بخبرات بتبقى مواقف حصلت له بالظبط كتير جدا وهو بيلعب. مظبوط. وهو طالما عنده ان هو عايز يكمل، تبقى عنده مثلا بينمي من خلال رؤيته للمباريات، من خلال حاجات كتيره جدا، فربنا يكرمه. احمد انسان مجتهد وطموح طول عمره وهو بيلعب، وانت حازم ربنا يوفقك ان شاء الله في المجال اللي انت فيه، انا بستمتع بيه حبيبي جدا ربنا بتكلمك. يخليك. وعلى فكره من ضمن الحاجات اللي انا بستفاد منها التحليل بتاعك وبتاع ناس كتيره جدا، ربنا يخليك. وانا بتفرج بتعلم، ودي حاجه مش لازم كلها شهادات يعني، انت بتاخد كده وبتاخد كده تمام وتنمي اللي انت حبيبي، شاكينا طروقه. وعايز اقول لك حاجه، يمكن مصر كلها دلوقتي بص على المغرب بعد وقوع الزمالك والاهلي مع المغرب التطواني والفتح الرباطي، وانت لعبت الفرقتين وكسبت الفرقتين على حد علمي، يعني ايه الماتش الاصعب للفرقه عندنا؟ يعني الاهلي اصعب ولا الزمالك اصعب؟ انت شايف الفرقه دي نلعبها ازاي؟ الاهلي يلعب ازاي؟ الزمالك يلعب ازاي يا طارق؟ هو كابتن حاجي، ما هو انا تعادلت مع الفتح على ملعبي وكسبت الدور الثاني تطوان على ملعبي 2-0. الحمد لله، يمكن هم البطوله المغربيه والدوري المغربي هو دوري قوي جدا، وفرق اللي بنط قليل جدا، يمكن فاضل 6 مباريات اعتقد ان الاولاني 45 41 39 38 34، فالامور قريبه، هو دوري سريع، ويمكن الفتح الرباطي عنده لعبه كويسه والتطوان، ونفس الشيء المباراتين هتبقى صعبين يعني على الزمالك وعلى الاهلي وعلى الفتح وعلى تطوان، ان هنا بيمتاز بحاجات وهنا بيمتاز بحاجات تانية خالص. يمكن الفتح بيمتاز باطوال، اجسامهم اطوال وبيلعبوا كور ثابته كويس قوي، والعكس الناحيه الثانيه تطوان ملعبهم ملعب نجيل صناعي، وعندهم مهاره كثيره جدا في نص الملعب، عندهم هداف رقم واحد محسن ياسور بيلعب منتخب اول وهو هداف البطوله. اعتقد المباراتين هتبقى صعبين على الزمالك والاهلي وعلى الفتح وعلى اسطوان برضو، الخبرات الكبيره جدا اللي مر عليها الزمالك والاهلي وبطوله افريقيا يعني. طارق هترجع مصر قريب ولا ايه؟ الموسم الجاي ايه نظامه؟ والله كابتن حازم، انا جددت مع النادي الموسم تاني، ما شاء ولكن الله. الحمد لله يعني، الحمد لله الناس هنا حابين الواحد بشكل كبير جدا، وبشكر الاداره واللاعبين والجمهور والاعلام على مساندتهم ليا، والحمد لله بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى، لان مرت علينا ظروف كثيره جدا السنه دي، بدايه لما كنا موجودين وكنت موجود انا مع الكابتن حسن اللي ليه فضل بعد ربنا سبحانه وتعالى عليا ان انا اكون متواجد هنا وان انا اخد الفرصه زي ما كنت بسمع عادل عبد الرحمن وقال لك، ولكن الحمد لله الواحد ما بيسعاش عليها، هي بتيجي من عند ربنا سبحانه وتعالى، وطالما ان هي سليمه فربنا بيوفق. فانا اعتقد ان المشاكل اللي حصلت كلها السنه دي لو ما حصلتش السنه الجايه وتغاضينا عنها، اعتقد ان الدفاع الحسني نادي محترم جدا، والنادي الوحيد اللي في المدينه زي بورسعيد كده كابتن حازم وكابتن احمد،
يعني زي اسماعيليه زي بورسعيد، نادي جماهيري، نادي الناس كلها متابعه بشكل كبير جدا. اعتقد هيبقى في حاجه كويسه السنه الجايه يعني. يا رب ان شاء الله ما تبقاش موجوده يعني. بالتوفيق طروقه ومشرفنا دايما في اي حته، وان شاء الله موسم يبقى احسن واحسن باذن الله.